السلام عليكم. بصفتي كفاعل جمعوي ضد المنطقه ديال دوار سيبو ودوار جديد وسعر الحاج وكنهضر على عين السماء، فلا يعقل ان اغلبيه الشباب والناس كتعيش بعيدا من البحر وسدوا عليهم البحر، والناس يعني كتكتسب القوت ديالها يعني من البحر، زائد ان اغلبيه المواطنين ديال المنطقه الشغال ديالهم فهو في حي صناعي اللي هو في عين السبع، يعني غدا ولا بعد غدا خصهم يفكروا لهاد الناس هاد المواطنين اللي باغيين يشاركوا سيدي حجاج ولا الهراويه ولا شي بلاصه بعيده، يعني هاد الناس غدا ما غيلقاوش واش غادي يخلصوا التريتات ديال هاد البارك اللي باغي نعطيهم، زائد ان حتى الناس كتعيش بواحد الهشاشه والتلميه ديال المبادره ما كتوصلهمش، وحتى الصحه يعني ما كايناش، الناس كتعيش واحد الوضعيه لا حول ولا قوه الا بالله، عايش الاوضاع مزريه، ولهذا كنطالب الجهات المسؤوله باش اعاده الهيكله وتراعي لهاد الناس اللي هما ابناء عين السبع وكتعيش الشمس الجميله اللي هي ربما ما كتجاوزش 1%، فالله يخليهم يحاولوا ما يخافوش من هاد الشباب منهم جريمه او منهم تشرد ولا شي حاجه، الدوله غادي تحسب عليهم هما. شكرا.